الكره لاحظوا احمد غير ما تكلم جميل الفعل لان كان هناك تهاون في ابعاد الكره من مدافع فريق الوداد جوزيف ديدي في المكان المناسب يتمكن من وضع الكره في الشباك نتابع هذه المحاوله ايمانويل ايماني تشيموي لعب الكره في اتجاه نبيل الدحيدي لاعب الايفواري خذ الكره يمرر يحيى عطيه الكره تمكن من ابعاد الكره خطا لعبد الله حيبوي ما تمكنش من ابعاد الكره جوزيف لاحظوا الطريقه باش خذ الكره يوسف الدين لانه كان عاطي الكره بطه تشوبا كيلعب الكره وتسديده قويه غلطه الحارس احمد رضا التاكلوجي هدف ثالث لفائده فريق الجيش الملكي لاحظوا الفرحه الكبيره كان جماهير فريق الجيش الملكي بهذا الهدف اذا جوزيف ديدي يتمكن من توقيع هدف ثالث لفائده